أهلا بكم. نقلت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر أكاديمية عراقية تأكيدها تورط 3 جامعات لبنانية خاصة في الأقل بقضية بيع شهادات لمئات العراقيين من بينهم نواب، وبلغت الشهادات المزورة نحو 27,000 شهادة من جامعات لبنانية كجامعة الإسلامية التابعة للمجلس الشيعي الأعلى وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام على تداعيات انتشار الشهادات المزورة على الواقع التعليمي في العراق، وإلى أي مدى يعد استهداف التعليم من مخرجات الاحتلال الأمريكي وعملياته السياسية، وكيف سيتسبب انتشار الشهادات المزورة والفساد السياسي بالقضاء على أي فرصة للنهضة في العراق، وهل بات ملف الفساد الحكومي في قطاع التعليم سببا في تراجع العراق علميا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حتى بات على رأس قائمة أكثر الدول فسادا في العالم؟ نشاهد بداية هذا التقرير، كونوا معنا. الفساد في ملف التعليم بالعراق واحد من أهم الملفات التي كانت سبباً في تراجع هذا البلد وانحداره، الأمر الذي أثر فيه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حتى أصبح على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم. يعاني العراق اليوم بسبب منظومة فساد تنخر في صرح التعليم الذي شهدت له المنظمات العالمية كمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم يونسكو بأنه الأفضل من بين أنظمة التعليم في المنطقة، إلا أنه بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003 انحدر في ظل الحكومات المتعاقبة إلى أدنى مستوياته بتخطيط أمريكي إيراني للسيطرة عليه ونشر الفساد والجهل بشكل غير مسبوق، على حين كشف الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط الحالية عن وجود أكثر من 7,600 موظف أمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية. الشهادات المزورة الصادرة من الداخل والخارج كان لها أثرها الكارثي في جميع الصعد، فبلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من إيران وحدها نحو 99% بحسب وزارة التعليم العالي الحالية. وكالة فرانس بريس نقلت عن مصادر أكاديمية عراقية تأكيدها تورط 3 جامعات لبنانية خاصة في الأقل بقضية بيع شهادات لمئات العراقيين منهم نواب، وأشار مراقبون إلى فضيحة الشهادات المزورة التي بلغت نحو 27,000 شهادة من جامعات لبنانية مثل الجامعة الإسلامية التابعة للمجلس الشيعي الأعلى وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. الأحزاب والميليشيات المتنفذة أدارت ملف التعليم بأسوأ طريقة عرفها تاريخ العراق، فأهملت التعليم واغتالت الكفاءات العلمية، ثم نشرت أتباعها من الجهلة بشهادات مزورة، وشرعت القوانين لحمايتهم، مما ينذر بكارثة كبيرة في هذا المجال الذي يعتمد عليه نهوض البلد وتطوره، حتى أصبحت الشهادات لا قيمة لها لسهولة الحصول عليها بالتزوير والاحتيال. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو الأستاذ الشيخ القرداغي الباحث في الشأن العراقي، أهلا بك أستاذ. مرحبا، تحياتي لكم. أرحب بك أستاذ عبد السلام الطاهي أستاذ علم الاجتماع السياسي، تنضم معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. مرحبا بك أستاذ عبد السلام، حياكم الله. وايضا ارحب بالاستاذ الدكتور نمير الخياط الاكاديمي والاعلامي العراقي، ينضم معنا عبر الهاتف من البصره. دكتور نمير مرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا بكم ضيوفي الكرام. استاذ شاهو ابدا معك، يعني لماذا يلجا المسؤول السياسي الى شراء شهاده؟ تحياتي لكم بدايه وللضيوف الكرام والمشاهدين جميعا. حقيقه هذا الملف، ملف شراء الشهادات المزورة، ملف موجود ومنتشر منذ 2003 وحتى اليوم، يعني لم يتوقف هذا الملف لحظة من اللحظات بسبب غياب الرقابة والمحاسبة الداخلية في العراق. ولكن
في الفترة الأخيرة وخاصة بعد انتشار مرض كورونا كان هناك مبرر لعدم ذهاب الطالب إلى الجامعة أو إلى الدولة التي يريد الدراسة فيها، وبالتالي كان هناك إجراءات سهلة جدا من قبل السماسرة لإعطاء هذه الشهادات لمن يرغب، وخاصة أن المسؤول أو السياسي الفاسد يكون من السهل أن يستخدم سلطاته السياسية حتى يتحصل على هذه الشهادات. طبعا هناك عدة أسباب، أولا نفسية، معنوية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، تدفع هؤلاء المسؤولين الذين لا يمتلكون الكفاءة التي تدفعهم إلى الحصول على هذه الشهادة بجهدهم الخاص وبقدراتهم، ويدخلون مثل أي طالب يحصلون على شهادات نقية لا تشوبها أي شائبة، لذلك يلجؤون إلى هذه الشهادات، شرائها بدفع مبلغ من المال مقابل هذه الشهادات، أولا للجانب النفسي المعنوي. هذا المسؤول أو السياسي عندما يجلس أو يرى أكاديمي حقيقي يشعر أن عنده عقدة نقص، فيريد أن يملأ هذه العقدة. يملأ هذه العقدة عن طريق ماذا؟ عن طريق شراء الشهادة بسهولة، لأنه لا يستطيع أن يدخل في المجال الأكاديمي، يشتريها بالمال السياسي، صح؟ بالمال السياسي طبعا، المال السياسي الفاسد الذي حصل عليه، ويستخدم سلطاته أيضا لهذا الأمر، وكما سوف نتحدث عن هذا الشيء في الشهادات التي حصلوا عليها عن طريق لبنان، يعني هناك سياسيين استخدموا النفوذ السياسي للحصول على هذه الشهادات. ثانيا من الناحية الاجتماعية، النفوذ الاجتماعي لهذا الشخص، يعني يشعر أن كلمة الدال عندما يكون مرافقا لاسمه سوف يعطيه يعني مكانة اجتماعية أعلى من أن يكون مجرد سياسي ليس لديه أي شهادة. الأمر الآخر، أحيانا في المنافسات الحزبية أو الحكومية يكون مطلوب من الشخص أن يكون لديه على الأقل شهادة جامعية أو شهادة ماجستير أو دكتوراة أو أي شهادة أخرى، فهؤلاء إذا كان بإمكانهم بسهولة شراء هذه الشهادة فسوف يدخلون المنافسة بشكل أقوى ويحصلون على المنصب، سواء الحزبي داخل المنافسة الحزبية أو عندما يتم ترشيح بعض الشخصيات الحزبية إلى مناصب حكومية. هذا الأمر الآخر. الأمر الآخر، هناك نقطة أخرى، الجانب الاقتصادي. هناك ميزات قد إذا يدخل هذا الشخص في الجانب الأكاديمي ويعمل في الجانب الأكاديمي، وهذا نادر، هناك ميزات ومخصصات كثيرة يحصل عليها نتيجة لهذه الشهادة المزورة، وهو طمعا بهذا الأمر يدفع بهذا الاتجاه بأن يحصل على شهادة مقابل مبلغ من المال ليحصل على هذه يعني الجوانب النفسية والمعنوية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويضيف إلى نفسه يعني كيف تقول رصيدا اجتماعيا أيضا ورصيدا معنويا، يشعر بأنه أصبح سمعته اجتماعيا أكبر وأعلى، وأيضا داخل الحزب أصبح دكتورا، وبالتالي هذه العوامل دفعت السياسيين في العراق والمسؤولين وخاصة خلال الفترة الأخيرة إلى شراء الشهادات والدخول في هذا المجال. رقم كبير، 27 ألف شهادة مزورة من جامعات لبنانية كالجامعة الإسلامية التابعة للمجلس الأعلى وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، 27 ألف شهادة. يعني أتحول بالسؤال، اسمح لي أستاذ شاوة، أتحول بالسؤال للدكتور نمير الخياط الأكاديمي والإعلامي العراقي، ينضم معي عبر الهاتف من البصرة. دكتور نمير، يعني هذا 27 ألف شهادة مزورة، سياسيون يحصلون على شهادات مزورة بالمال السياسي، يعني ألا ترى أن الواقع التعليمي في العراق، التعليم الذي بحسب يعني مختصين يتحدثون يقولون إنه عمود اقتصاد أي دولة، يعني هنا ننظر إلى فرص النهضة في العراق وننظر إلى ما يؤمل منه الوصول إلى الدرجة التي ممكن أن يتحسن فيها الوضع في العراق، ولكن دخول الشهادات المزورة أنتم كأكاديميين كيف تنظرون إليها؟ الحقيقة تحياتي وإلى ضيفتي الكريم وإلى جميع الأخوة المشاهدين والمستمعين الكرام. حياك الله دكتور. اليوم احنا دائما نقول قيمة الدول بقيمة العلم والباحثين والعلماء، كونها تمثل هذه الثقافة والوعي والتنمية. اليوم العلم مقياس لتقدم الأمم وتطورها، إلا أنه مع الأسف الوضع اللي يمر به العراق، الوضع السياسي وتداعياته على ساحة التعليم وعلى ملف التعليم، ترك مصاماته مع الأسف بشكل سيء، مثل ما ترك مصاماته على باقي الملفات بشكل غير جدي. اليوم احنا كأساتذة في الجامعات العراقية وفي جنوب العراق
حقيقة موقفنا أو في موقف عدم قبول ورضا من الدراسات العليا ومن الشهادات كونها تعرضت للتصدع، وهذه راح تترك بصماتها بصورة مشوهة أعتقد ووضع مرتبك لمستقبل التعليم. اليوم الجامعات موجود بها نسبة عالية من الأساتذة الحاصلين على الشهادات النظامية والقديرين والقدامة ولدرجة أستاذ مساعد وأستاذ وبروف وغيرها، هم اللي لازمين زمام الأمور، لأن تطلعات المستقبل إذا هذول وصلوا إلى السن القانوني وإلى عفوا للتقاعد راح تحل محلهم شريحة مع الأسف غير قادرة على النهوض بالتعليم العالي. اليوم المشكلة اللي جاي نعاني منها حقيقة هي قضية شراء الشهادات والشهادات المزورة، والمشكلة الثانية اللي جاي تصير تحت مرأة العين هي عملية تراجع وضعف في المحتوى العلمي في الدراسات العليا. أي هنالك تشبيك لهذا الجانب وعملية قفز على الواقع وأخذ هذه الشهادات بشكل شرعي، إلا أنه مع الأسف في داخل العراق أنه مضمونها العلمي ومحتوى العلمي ركيك وضعيف جدا. بالنسبة اليوم اللي جاي نلاحظه بالساحة العراقية وخاصة نحن عندنا في جنوب العراق انه كثير من الطلاب من الموظفين العمال المتقاعدين السياسيين يرغب في الحصول على الشهادات العليا مثل دبلوم عالي ماجستير دكتوراه، فهذول دائما يتوجهون الى الجامعات الموجوده خارج العراق مثل الجامعات في ايران ومعظمها الاهليه، الجامعات في لبنان، اضافه الى الجامعات من الدول اللي شقت من الاتحاد السوفيتي سابقا من اذربيجان وغيرها. هذه الدول هي مع الاسف هي جاي تروج وتمشي بهذه القضيه. هذه الجامعات عباره عن جامعات غير رسميه غير معترف بها بالتعليم العالي. يعني احنا اللي نعرفه انه طالب من يطلع يجيب له شهاده من الخارج يكون تحت مظله التعليم العالي، يكون مراقب متابع من خلال الملحقيه الثقافيه، يكون عنده ملف في الوزاره لمتابعه درجاته ونجاحه ورسوبه، وبالتالي حتى هذه تنتج جيل سليم يحتوي طيب. على شهاده دكتور نمير. لانه هذه القضيه دكتور نمير طبعا بطبيعه الحال لكل بلد له يعني جهات مسؤوله مؤسسات تقوم بالتخطيط ووضع الخطط، ولكن ما فائدة الشهادة في العراق؟ يعني ما الذي سيستفيده من يعني حصل على شهادة في العراق؟ لذلك يقوم المسؤولون باختصار الطريق عليهم فيشتري الشهادة بالمال السياسي. ماذا فعل يعني السياسيون في العراق لكي ينهضوا به، سواء كانت الشهادة حاصل عليها من جامعة أو قام بشرائها من الخارج؟ اليوم يعني في الواقع العراقي ووجود فرصة يعني للجميع، وخاصة في وقت انه الوزارة غضت نظر عن هذا الجانب وجود عدم وجود رقيب، بدأوا الناس او الطلبة يقدمون على هذا الجانب للحصول عليه كفرصة، يعني اعتبروها فرصة تاريخية ان يستثمر، وبالتالي انه هذا يعتقد انه هذا ربما تفيده بالتوظيف. يعني اليوم العاطلين عن العمل والعمل الوظيفي من جانب البكالوريوس كم كبير جدا، الا انه ممكن ان يحصل على شهاده عليا يتصور هاي ممكن ان تروجه وان تعطي مجال للحصول على وظيفه او على مشروع، او قد يرغب الى السلطه السياسيه الى البرلمان، فلا بد ان يكون بمستوى الدكتور او من هالقبيل. الا انه احنا نقول انه مع الاسف يعني هي مو بس الشراء، وانما الدوله مو بس غضت نظر عن اللي يشتروها من الخارج، وانما عمليه انتاجها بالداخل جاي يصير بشكل خارج استراتيجيه التعليم العالي. اليوم جاي عندنا القبول مثلا على سبيل المثال في قسم من الاقسام عندنا قبول نريد خطتنا لهذا العام 5 طلاب. فمن نمتحن 20 طالب نقبل 5 طلاب، الا انه الدوله تسوي توسعه وتقول لك اقبل ال 20. بالتالي يجون طلاب، حتى اكون دقيق بالتفاصيل، يجون طلاب يقول لك احنا عبر قناه الشهداء يقبلون، عبر قناه المتضررين، عبر الاحتياجات الخاصه. هذه كلها مع الاسف يعني يجون بها طلبه غير كفؤين، غير قادرين على الاستمرار والنهوض
بالتعليم. هذه مشكلة أساسية اليوم جاي نعاني إحنا من عندها بالداخل، وجاي إحنا نساهم بعملية إنتاجة لأخطاء ولتكليف التعليم العالي والجانب القصري بهذا الجانب. يعني تلاحظ أنه في الفترة الأخيرة الطلاب اللي تم ترقيم قيودهم في 2015 2017 بدأوا يرجعوا. نعم. دكتور نمير، فقدنا الاتصال بالدكتور نمير الخياط. إذا نشكرك شكرا جزيلا دكتور نمير الخياط الأكاديمي والإعلامي العراقي، ضيفنا الكريم عبر الهاتف من البصرة. أرحب بالدكتور عبد السلام الطاي أستاذ علم الاجتماع السياسي، ينضم معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. أستاذ عبد السلام مرحبا بك. أهلا ومرحبا. أستاذ عبد السلام، يعني ما يجري في العراق، خريجون عاطلون عن العمل، سوق عمل معطل، كل شيء في العراق متخلف من حيث القطاعات الخدمية، كل شيء في العراق إلى الوراء من حيث يعني المؤسسات التعليمية، مستلزماتها، احتياجات الطلاب، احتياجات المدارس، احتياجات الجامعات. فيأتي الآن هذه الفضيحة، فضيحة الشهادات المزورة التي كشفت عنها وكالة فرانس بريس عن مصادر حكومية من داخل العراق تتحدث عن 27 ألف شهادة مزورة. ما الذي سيجري في العراق مرة أخرى أو فيما بعد ليظل هذا التراجع وهذا التخلف في جميع المستويات؟ نعم، في البداية الحقيقة أشكر استضافتكم واسمح لي أن أحيي ضيوفكم الكرام. الله يحييك. الحقيقة الرصاص أو من تلك التداعيات أو تداعيات الشهادة المزورة تفوق الحقيقة تداعياتها القتل بالسلاح. يعني الرصاصة الغادرة يعني كما هو معروف تقتل فردا، لكن تدمير التعليم وتغيير عقيدته يقتل أمة كاملة بأجيالها وبثقافتها. تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى، بل يحتاج إلى تدمير التعليم، لأنه أكثر تأثيراً من انشطارات القنابل النووية أفقياً على المجتمع وعلى الدولة أيضاً. كما هو متعارف عليه ويعلم الجميع أن نهضة الشعوب والدول تبدأ من صفوف الجامعة حضوراً وامتحاناً. هذان الشرطان يعدان من العناصر الأساسية لرصانة الجامعة والشهادة، وليست الشهادة التي تؤخذ بالمراسلة أو عبر الواتساب والفيسبوك. بعد اختيار أساتذة الجامعات أصبحت البيئة متوفرة لملء فراغ العلماء بالجهلاء المزورين الذين أخذوا يحكمون البلاد ولا يحاكمون. طيب أستاذ دكتور عبد السلام، فيما يخص موضوع يعني المعايير التي على أساسها يمنح يعني من يدرس على مستوى الماجستير أو الدكتوراه يمنح هذه الشهادة، هناك معايير، هناك عينة تطبق، هناك منهجية تطبق، هناك أدوات تطبق، ما هي المعايير التي ممكن من خلالها يعني اعتبار هذه الشهادات معترف بها فعليا من قبل مؤسسات، معترف بها دوليا في ظل هذه الجائحة وفي ظل كل من يعني يتصيد بالماء العكر من أجل الحصول على شهادات مستغلا هذا الظرف العالمي؟ نعم، بالنسبة الحقيقة إلى المعايير، المعايير بالتأكيد هي اختلت منذ عام 2003. فقط أريد أن أشير أن انتشار الشهادات المزورة هي عملية امتداد لقانون معادلة الشهادات الذي ناقشه مجلس النواب قبل شهور، والذي دعا فيه إلى تدمير هذه المعايير التي تفضلت بها. من ضمن المعايير التي كان هذا القانون يسعى إلى تدميرها هو السماح بمنح الشهادات بدون تفرغ علمي وبدون كتابة رسائل أو أطاريح ماجستير أو دكتوراه، ومنح الوزارات والمديريات صلاحية تقييم الشهادات. دعا أيضا هذا القانون لتدمير كل المعايير العلمية إلغاء
فقرة الإقامة للمبعوث وجعلها من 9 شهور إلى 6 شهور متصلة أو منفصلة. الغرض من ذلك هو السماح للبرلمانيين والوزراء والمسؤولين الحصول على الشهادات وهم جالسون على كراسيهم. هذه الإجراءات الحقيقة والشهادات المزورة أدت إلى تصفير الشهادة من قيمتها العلمية والدولية. على صعيد لبنان ما تفضلتم به هو 27,000 شهادة. فالحقيقة هنالك الجامعات مثل الجامعة الإسلامية وجامعة الجنان ومعهد الدعوة الجامعي. مثلا معهد الدعوة الجامعي بلبنان عدد طلبة تصوروا 192 عدا الجنسيات الأخرى. طبعا هذه الأرقام منذ عام 2011 تاليا، يعني كل سنة تتغير. في عام 2011 الدائرة الثقافية ببيروت أخبرت التعليم العالي بأن التدريسيين من حملة الماجستير والدكتوراه فقط عددهم ما بين 16 متفرغ و11 غير متفرغ، ونفس الشيء ينطبق على جامعة الجنان وغيرها. هنالك 108 طالب ماجستير عراقي بالجامعة الإسلامية يدرس فيها أيضا 160 طالب عراقي آخر في جامعة أخرى. هنا نتساءل، هل من المعقول يستطيع الأستاذ المشرف أن يشرف على 30 أو 40 طالب؟ هو طلبة ماجستير ودكتوراه وطلبة الأندر جراديويت طلبة، وهذا الأمر غير ممكن طبعا. غير ممكن. الجامعات الرصينة مثل جامعة بغداد، جامعة الموصل، جامعة البصرة وبقية الجامعات كان الأستاذ المشرف لا يحق له أن يشرف على أكثر من إلى 5 طلاب. هنا أود أن أشير أيضا إلى طلبتنا الأعزاء الدارسين أنه منح الرخصة للجامعة في لبنان وفي الدنمارك وفي السويد وفي أي دولة أخرى لا يعني ذلك الاعتراف بها. نعم. يعني عندنا أشار الأستاذ الذي قبلي أنه هنالك جامعات في العراق أيضا تمنح شهادات مزورة. نعم يذهبون إلى الدول العربية، لكن هناك جامعة في الدنمارك مثلا هي جامعة ألبورغ. الحقيقة أنا عملت فيها فترة قصيرة ثم قدمت الاستقالة بعد أن اكتشفت أنها ليست جامعة وإنما هي مجرد يعني دكان أو بسطية لبيع الشهادات. أولا هذه الجامعة تمنح شهادة الماجستير والدكتوراه وقد منحت لبرلمانيين ومنحت لوزراء أكثر من 5 تقريبا، وقسم تم مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لهم بالمنطقة الخضراء. فهذه الجامعة تمنح بدون رسالة ماجستير ما شاء الله، وبدون طروحة دكتوراه وبدون لجنة مناقشة، بدون لجنة مناقشة، بدون أي شيء، تحت مسمى المناقشات السرية ما شاء الله. لذلك هذا انعكس بالضبط على العراق الآن وعلى واقع العراق. نرى كل شيء متقدم في العراق في كل المجالات بسبب هذه الشهادات العظيمة التي حصل عليها السياسيون. اسمح لي أن أبين أيضا لم يحصل، يعني ليعلم الأكاديميون العراقيون، لم يحصل أي برلماني منذ عام 2003 أو وزير عراقي على شهادته من جامعة رصينة في لبنان حصرا كما هو موضوع الحديث، لا من الجامعة اللبنانية الحكومية ولا من الجامعة الأمريكية ببيروت ولا من جامعة القديس يوسف ولا من جامعة سيدة لويزة ولا من جامعة البلمن ولا من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وإنما حصلوا على شهاداتهم من جامعات تسيطر عليها الميليشيات. وشكرا جزيلا. نعم، شكرا لك دكتور عبد السلام الطائي. يعني الشهادات المزورة بلغت نحو 27,000 شهادة من جامعات لبنانية كالجامعة الإسلامية تابعة للمجلس الأعلى وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. طبعا هذا يعني كلها بمصادر حكومية، وكذلك تحدثت عنها أو كشفت عنها أو نقلتها وكالة فرانس برس. إذن أستاذ شاهو، بالعودة إليك مرة أخرى، يعني هل هناك إجراءات لمحاسبة المزورين؟ طبعا منذ اليوم الأول أو هذه القضية بالذات منذ أغسطس هناك حديث داخل لبنان عن هذا الأمر، حديث عن وجود دكاكين تمنح الشهادات مقابل مبالغ مالية، وأغلب الزبائن أو الذين يشترون الشهادات هم عراقيين. يعني خرجت أصوات داخل لبنان
منذ أغسطس لمحاسبة الفاعلين والمتورطين، إلا أن الأمر بقي معلقا إلى الآن. في العراق أيضا هذا الأمر يبقى معلقا، لماذا؟ لأنه ببساطة المتورط بهذه الجريمة، بارتكاب هذه الجريمة، هو شخص سياسي، وبالتالي نحن يعني نعرف دائما ضمن المنظومة السياسية الحالية العراقية أن القوانين تتعطل عندما يكون المجرم سياسي، يعني القوانين لا تطبق حتى لو كان هناك قوانين. يعني نحن نعلم جريمة التزوير، يعني جريمة خطيرة، حتى لو كان بكلمة بحرف في مستندات رسمية يتم اعتقال الشخص ومعاقبته وزجه في السجون، ولكن لأنه كشف ملف فساد. نعم، عندما يتعلق الأمر بسياسي أو مسؤول في الدولة يتعطل كل هذه القوانين التي تنفذ وتطبق على المواطن البسيط، وهذا يعني يؤشر ويجسد الازدواجية الكبيرة في الدولة وعدم تطبيق القانون على الجميع. يعني المبدأ الرئيسي في بناء الدولة هو تطبيق القانون على الجميع، لا يوجد. طبعا الآن هناك حديث عن تشكيل لجان لمتابعة هذا الأمر، كان هناك تعليق الاعتراف بثلاث جامعات لبنانية أيضا، ولكن أنا أتوقع أن هذه الإجراءات لن تصل إلى نتيجة، لأنه كما سمعنا من أحد المسؤولين سابقا لديه مداخلة في البرلمان العراقي يقول أنه حرام علينا أن نعاقب الذين زوروا شهاداتهم لأنهم قاموا بجلب هذه الشهادات حتى يحصلوا على مكانة اجتماعية أو حتى يحسنوا من أوضاعهم. بأي منطق يتحدث؟ قال نعم، قال بالحرف والمقطع موجود، قال حرام أن نحاسبهم ويجب أن يستمروا في ذلك، يعني أن نقطع أرزاقهم، وبالتالي العقلية السياسية يعني يدمرون أجيال العراق ومستقبل تعليم العراق حتى لا نقطع أرزاق هؤلاء، أرزاق بعض الذين المنتفعين والمستفيدين والذين يستخدمون هذه الشهادة ليس للانتفاع المادي أكثر بل حتى لكسب المناصب الأكثر. طبعا أنا أؤكد على ذلك، في كل دولة بناء الإنسان قبل بناء الأوطان، يعني الآن الهدف هو بناء الإنسان، يعني الهدف التعليم هو بناء الإنسان. أنت عندما تنشر هذه المعلومات 30,000 مثلا 27 أو 30,000 شهادة مزورة، هل يبقى للأكاديمي الرصين سمعة داخل المجتمع؟ هل يبقى للتعليم سمعة داخل المجتمع؟ بأي يعني كيف ترفع من الروح الطلبة في المدارس في الجامعات أن يدرسوا وهم يرون أشخاص ليس لديهم أي كفاءة علمية يحصلون على شهادات ويذهبون بدون تعب وبدون دراسة أي تعب، وأيضا بدل هنا الإزدواجية في هذه النقطة، بدل معاقبتهم وزجهم في السجون يتم رفع مناصبهم الحزبية والحكومية، يعني يحصلون على مناصب أكثر. نحن نتحدث عن حتى رئيس مجلس القضاء عندما يقول حصلت على ينشر حصوله على الشهادات من هذا النوع من هذه الدكاكين، وبالتالي إذا كان رأس السلطة القضائية وإذا كان شخصيات أخرى داخل الدولة متورطة بهذا الملف، كيف يمكن بناء سمعة التعليم في العراق؟ لا يبقى أي سمعة لهذا الجانب الأكاديمي المهم الذي يبدأ من الروضة ومن المدرسة إلى حتى الجامعة، يعني لا يبقى أي احترام للأكاديمي الرصين، لا يبقى أي احترام لمنظومة التعليم. وأنا أعتبر هذا الملف، ملف هذه الشهادات المزورة، قد تكون آخر يعني مسمار في نعش المنظومة التعليمية بالكامل، لأنها تعاني فعلا سابقا من مشاكل. ولكن هذه المشكلة، مشكلة الشهادات المزورة وعدم الاستجابة الحكومية السريعة، لأنه طبعا من الواضح أن يعني أحيانا بعض الملفات هناك جهات متورطة، جهات أخرى تستخدمها لتصفية الحسابات، ولكن هذا الملف بالذات يبدو أن الجميع متورط، لهذا الجميع يريد لملمة الموضوع في لبنان أيضا وفي العراق أيضا، يعني في الدولتين هناك اتفاق على لملمة هذا الموضوع وعدم التحدث عنه، وقد يكون هناك محاسبة لبعض المستفيدين من هذه الشهادات الغير مدعومين. إذا اسمح لي استاذ شوا فقط ننتقل نشاهد هذا التقرير الجرافيك، اسمحوا لي ضيوفي الكرام مشاهدينا الكرام نشاهد سويا هذا التقرير الذي يسلط الضوء على الشهادات المزورة في العراق. Thank you.
تابعنا سويا هذا التقرير المصور عن الشهادات المزورة في العراق والأخطار التي تهدد حاضر العراق ومستقبل أجياله من خلال استهداف منظومة التعليم، نوعية التعليم، جودة التعليم، استهداف الإنسان العراقي برمته. عاد إلينا الدكتور نمير الخياط الأكاديمي والإعلامي العراقي عبر الهاتف من البصرة. دكتور نمير، مرحبا بك مرة أخرى. دكتور نمير، جميع دول العالم المتقدم يعني يهتم بالإنسان وبناء الإنسان مثلما تفضل وتحدث الأستاذ شاهو، يعني الاهتمام العالمي الحديث هو الاهتمام برأس المال البشري. كيف يمكن أن أبني الإنسان وبالتالي أستطيع من خلال هذا الإنسان والثروة البشرية داخل هذا البلد أن أبني البلد، أن أنهض بمستواه، أن أنهض بمستوى الدخل وكذلك تطوير جميع مناحي الحياة؟ وهذا حاصل بالطبع في جميع الدول المتقدمة، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، أوروبا بشكل عام، أستراليا، يعني الصين، اليابان، الكثير من الدول. هناك تجارب يعني تدرس وتطبق في هذه الدول من أجل النهوض بالواقع، ولكن ما يحصل في العراق على العكس تماما. نرى المخدرات، نرى الاتجار بالبشر، نرى جميع المظاهر التي لا توحي بأي نهضة بالمجتمع، نرى المال السياسي، نرى السرقة من قبل السياسيين، نرى ملفات الفساد، وأخيرا الشهادات المزورة. كيف يمكن بناء الإنسان وأنتم أكاديميون دكتور نمير ويعني تطبقون نظرية بناء الإنسان ودرستم نظرية بناء الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري، ما يجري في العراق الآن هل من حلول له؟ نعم، بالتأكيد الدولة ومؤسسات الدولة كل هاي مرتبطة بالعملية السياسية وبالناس العاملين بالجانب السياسي. اليوم يعني الدولة اللي تحتاج إلى ناس سياسيين قريبين من المجتمع، قريبين من الإنسان، قريبين من الشعب، قريبين من احتياجاته لتلبية مطالبه. إلا أنه مع الأسف يعني إحنا اللي لاحظة من 2000 وراء 2003 و4 يعني اللي صار بالعراق هو إطاحة بالسلطة السياسية، تم اغتصاب السلطة السياسية، أصبحت هناك حكومة رابطة الاحتلال يعني تخدم مصالح أجنبية من دول إقليمية ومحلية وعالمية، وكل الأحزاب اللي اجت وياها واللي سارت مع العلم انه هنالك لا توجد سلطة سياسية بالعراق، المجموعة من السلطات السياسية، وهذه السلطات السياسية لها ميليشياتها وتخدم نفسها في سبيل ان تكون في مستوى الصراع مع الآخرين من اجل الحصول على مكاسب ومناصب ومبالغ ومؤسسات تابعة لها. هذه المسألة كلها حيدة في الواقع السياسي عن المجتمع عن الجماهير، فلهذا السبب تضررت وتم حياد الملف الزراعة والصناعة والصحة وآخر شيء يعني هو مو التعليم، وإنما كان إلى امتداد من زمان. شو معناته الدولة من تعطي دور أول ودور ثاني ودور تكميلي للطلاب الصفوف المنتهية والغير منتهية، إضافة 10 درجات، شنو يعني ما ندري العشر درجات تجي والعشرين درجة من تجي، هاي بالأخير شنو تمنع بالأخير أن يسكتون الناس بهذه القوانين اللي تكون عبارة عن يعني نجاحات مؤقتة أو قنبلة مؤقتة للمستقبل. يعني اليوم نلاحظ يعني نشوف الواقع العراقي من حيث التعليم، اليوم عندنا تقريبا 6 جامعات أهلية في محافظة واحدة بس، عندنا بالجنوب بالبصرة 6 محافظات أهلية وثلاث محافظات حكومية اللي هي جامعة البصرة، جامعة النفط والغاز، والجامعة التقنية، 3 رصينة قديمة والباقي كلها تابعة للقطاع الخاص والاقتصاد الخاص، وهذه كلها طبعا إنتاجها ما يعتمد على النوع بقدر الكم والمحصول. طيب دكتور، يعني هل هناك مثلا مجلس أعلى للجامعات يمنح هذه الجامعات الخاصة المعايير التي يمكن من خلالها تحديد إن كانت رصينة أو لا؟
المسألة إنه المفروض الجامعات عندما تنشأ يعني تدخل ضمن محددات مثل محددات والمعايير الرصانة الجودة عبر مؤسسة اليونسكو، عمر التعليم العالي بالدول الأخرى، تجد نسبة الكورسات، تجد عدد الدروس، تجد يعني الكليات المشابهة الموجودة بالعالم كيف تطي عبر المختبرات هذه. لأنه المشكلة اليوم الواقع العراقي يعني بالجانب السياسي الأحزاب وغير الأحزاب اللي موجودة هي اللي دفعت هذه الأمور أن تأخذ جانب الرخاوة وعدم الاهتمام بالرصانة لأجل المكاسب والحصول على الأموال. اليوم المدارس الليلية اليوم الموجودة هاي طامبة كبرى يعني 200 و300 و400 مدرسة أهلية من روضة ومن حضانة ومن إعدادية ومن ابتدائية، يعني هذا مو تعليم، هذا فوضى التعليم، هيك تكرار وهيك أعداد مخيفة. يعني مثل ما تكلمت قبل شوي أنت أنه الجانب السياسي ممكن أن يكون اهتمامه بالدولة، ممكن أن ينشئ قطاعات واهتمامات، وممكن أن ينشئ ملفات رصينة وقوية وتجارة وصناعة وتزدهر الدولة، إلا أنه كل مفاصل الدولة بدأت تنتهي وهو بقى الجانب الاقتصادي الريعي النفط والغاز، وهذا ضمن قانون النفط والغاز سلمة إلى الدول الأوروبية وأمريكا. يعني هذه كل الأمور إلى التداعيات. يعني اليوم الأحزاب اللي موجودة كل دول العالم موجود حزب وحزبين وثلاثة، إلا ما عندنا قانون الأحزاب ملفات أخرى كبيرة، كل هذه لا تزال يعني في خدمة دول إقليمية أخرى في المنطقة، وكل الدول المحيطة بالعراق تحب أنه تحقق أهدافها من خلال ضغوطها العالية على المقاييس وضغوط الواقع بالعراق، وكل ما يقدرون أن يحصلون من هذا دون الاهتمام بالمجتمع والإنسان. لهذا السبب الإنسان بدأ ينهار بالواقع وانهيار الإنسان. شكرا لك دكتور. كبيره يوم العراقي يعاني بمستوى اليمن والصومال في الوقت يدول ايش دول غير نفطيه، والعراق يعني قاعد على حقل نفطي كبير في مجموعه من الابار النفطيه، وهذا هو المؤلم حقيقه. يعني الاختلاف والسرقه والفساد يعني كل هاي اللي موجوده الكانتونات لخدمه الدول الاقليميه، هذه مساله صعبه جدا تترك مساماتها بشكل سيء، يبادلها عملية إصلاح جذري تدي هذه من السلطة السياسية. شكرا لك دكتور نمير الخياط الأكاديمي والإعلامي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من البصرة. دكتور عبد السلام الطائي بالعودة إليكم، وأنتم أستاذ علم الاجتماع السياسي، بالنظر إلى المعطيات التي يعني يمر بها الشعب العراقي المجتمع العراقي، يعني هناك أزمة كبيرة في جميع النواحي سواء كانت العلمية كذلك الاقتصادية، هناك أزمة كبيرة في الاقتصاد، هناك مشاكل كبيرة يعني تواجه المجتمع العراقي فيما يخص المؤسسات التعليمية، نقص المدارس، نقص الجامعات، المعايير التي يمكن الاعتماد، المعايير الصحيحة التي يمكن أن تعتمدها المدارس وكذلك الجامعات. من وجهة نظرك أين هو بناء الإنسان العراقي في ظل عملية سياسية ونظام محاصصة لا يهتم بالإنسان العراقي، يهتم فقط للمكتسبات السياسية والحصول على المال العام؟ هو الحقيقة يعني بناء الإنسان أولا ثم العمران، لأنه اللي الإنسان إذا كان بناؤه بناء سليما هو الذي يحافظ على العمران، والعكس هو الصحيح. يعني ما حصل عندما كان الإنسان العراقي عندما بني بناء تربويا وتعليميا سليما منذ تأسيس الدولة العراقية عام 21 حتى عام 2003 ساهم في صناعة حضارة وعمران ثقافي مشهود له، حتى اعتبر العراق كما جاء في تقريركم أن العراق أصبح في مصاف الدول الإسكندنافية في مجال التربية وفي مجال التعليم. لكن الذي حصل بعد العراق بعد الاحتلال عفوا أن العراق تصدر مدرسة السياسة المذهبية، وكل ما حاولته أمريكا هو بناء عراق جديد ولكن بأحجار مذهبية قديمة تجيد إيران هندستها أكثر من واشنطن. لذلك ساء
سلمت أمريكا العراق لإيران. نعم. فدمر الاحتلال دمر الحقيقة، لم يستهدف النظام السياسي بل دمر النظام التربوي والتعليمي والثقافي وكل دمر القيم، عموم القيم. فقانون 76 لوزارة التعليم العالي وتعليمات رقم 5 وضعت معايير لبناء الإنسان، لبناء الطالب، لبناء الأكاديمي، وهذه المعايير هي معايير مطابقة لمعايير اليونسكو الدولية. لكنه القوانين الجديدة التي دمرت الإنسان أنها اعتمدت على سياسة الإقصاء، إقصاء كما تعلمون مئات من أساتذة الجامعات من حملة الشهادات. نعم. من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. حتى أنه أتذكر في مؤتمر من المؤتمرات للأساتذة الذين تم إقصاؤهم من حملة الأستاذية، وكان عددهم 250 أستاذ، في ندوة حضرها وزير التعليم العالي الأسبق، قال بصريح العبارة: نحن لسنا إلى حملة شهادات. نعم. ملوثة بعقول النظام السابق. نعم، واضح دكتور. هذه حقيقة تغيير المناهج التربوية، كما نعلم أن المناهج الآن غيرت. نعم. بما يتناسب وبما يتماشى مع نظرية ولاية الفقيه. فقط أذكر هنا جامعة ستوكهولم قبل شهور أجرت دراسة، وتوصل الباحث السويدي زميلنا يوان الباري. نعم. قال بالنص الحرفي الواحد ليسمعها الأكاديمي، قال أن 30% من 60% من الشيعة الحاكمين هم إيرانيون وإن لم يولدوا في إيران. فالمحتل أدخل قيم تربوية منافية لقيم المجتمع، مثلا رفع علم المثليين في بغداد والسماح. نعم. لهم دون اعتراف. نعم. بقيام الاستعراضات. نعم دكتور. لا من الحكومة. فيخطئ من يتصور. نعم. أن تزوير الشهادات هدفه أكاديمي. شكرا. هو ذات أهداف بعيدة المدى، تغيير عقيدة وفلسفة التعليم العربية الإسلامية إلى عقيدة فارسية. شكرا دكتور عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. أخيرا في أقل من دقيقة، ولكن هناك سؤال يعني دائما نريد أن نطرحه ونريد إجابة عنه، لماذا يتواطأ لبنان في هذا الملف، ملف الشهادات المزورة؟ طبعا لبنان أحد إحدى الدول التابعة لمحور ولاية الفقيه، مثلما إيران أيضا ضمن هذا المحور. أيضا الآن تعاني من مشاكل اقتصادية، تحتاج العملة الصعبة، العملة الصعبة يدخل لشهادة واحدة 10,000 دولار، لبنان تحتاج إلى هذا الأمر. الأمر الآخر، النقطة الأخرى الأهم، لبنان تحتاج إلى المساعدات الطاقة العراقية التي قد تم تقديمها الفترة الأخيرة. عندما يطلب المسؤول العراقي من اللبنانيين التغاضي عن هذا الملف، فورا يخضعون للأوامر العراقية خوفا من انقطاع هذه المساعدات، وبالتالي لبنان النظام السياسي أيضا في لبنان والمتواطئون مع هذا الملف يستفيدون ماديا من استمرار بيع الشهادات المزورة للعراق بغض النظر عن تداعياتها السلبية على الوضع العراقي. وللأسف كما الأحداث السابقة وفي علم النفس معروف، كل فضيحة تدريجيا تتحول إلى أمر عادي حتى يصبح في المجتمع أمر عادي ولا يبقى له الأثر الكبير، وبالتالي مثل الملفات الأخرى للأسف سيتم نسيان هذا الملف، وغدا في المستقبل سيظهر الآثار الكارثية لهذه الفضيحة على المجتمع العراقي. شكرا جزيلا ضيفي الكريم أستاذ شاكو القرداغي، الباحث في الشأن العراقي، ضيفي في الاستوديو. وشكر موصول للأستاذ الدكتور نمير الخياط، الأكاديمي والإعلامي العراقي عبر الهاتف من البصرة، والدكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع السياسي كان معنا عبر الهاتف من ستوكهولم. شكرا لضيوف الكرام، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء.